السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضراتكم مستر إسلام علي، وهنبدأ النهاردة في الامتحان الثاني من امتحانات الدقهلية. السؤال الأول: choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. The amount of water vapor in the air is known as، كمية بخار المية في الهواء. قلنا أول ما نشوف amount of water vapor، كمية بخار المية، يبقى على طول humidity. الإجابة humidity يعني الرطوبة. Number two: oceans help improve the world's climate through، المحيط بيحسن المناخ بتاع العالم عن طريق ايه؟ طبعا لازم تعرف ان الاوشنز واللاند والاتموسفير الثلاثه دول absorb energy from the sun، بيمتصوا بطاقه الحراره بتاع الشمس، تمام؟ بس بيختلف بقى امتصاصهم والabsorption والreleasing heat، بيختلف امتصاص الحراره وفقد الحراره، سرعه وامتصاص وفقد الحراره. يعني مثلا قلنا قبل كده ان اللاند absorb heat faster and release heat faster، يعني اللاند الأرض بتمتص الحرارة أسرع وبتفقد الحرارة برضه أسرع، يعني بتسخن أسرع وتبرد أسرع. فبالتالي بنقول إزاي الأوشن المحيط بيحسن أو بيظبط المناخ، بنقول because ocean heat absorption، عشان المحيط بيمتص الحرارة من الشمس. وطبعا الأوشنز absorb heat slower and release heat slower، يعني بيمتص الحرارة ببطء ويفقد الحرارة ببطء. Number three: the reason for the appearance of the characteristics of dark cascades، من أسباب الملامح وشكل والخصائص اللي موجودة على الغزالة، نوع من الغزلان بيعيش في الديزرت والسيمي ديزرت اسمه دوركاس جازل. إيه بقى الأسباب؟ شكلها إيه اللي خلى شكلها كده أو خصائصها كده؟ طبعا الجين، الجينات اللي اتنقلت من البيرنتس الاوف سبرينج، من الاباء للابناء، هي اللي عملت كده. الخصائص بتلاقي الخصائص بتاعتها وشكلها. نمبر 4: ديزرتيفيكيشن ريزلت فروم، التصحر بينتج من، طبعا الديزرتيفيكيشن ليه 3 ريزون، ثلاث اسباب: ديو تو دروت واوفر جريزنج وديفورستيشن بسبب الجفاف وديفورستيشن ازاله الغابات واوفر جريزنج الراعي الجائر. فبنقول هنا الحاجة الوحيدة اللي تنفع over cutting of forest، القطع الشديد للغابات اللي هي بتساوي عندنا deforestation إزالة الغابات، ده الحاجة الوحيدة اللي تنفع للديزرتيفيكيشن. Give reason: water can flow fast through sand soil، المية بتتدفق بسرعة خلال الرمل. Give reason، نقول طبعا ليه المية بتتدفق بسرعة؟ قلنا إن اللاند أو الساند has large pore spaces، عندها مسافات كبيرة، فبالتالي طالما عندها large pore spaces يبقى الوتر فلو فاست، المية بتتدفق بسرعة. فنقول because sand particles has large pore spaces. السؤال اللي بعده: second question put true or false. Number one: sandstorm blew up from dry areas such as sea and ocean، العاصفة الرملية بتهب في مكان جاف زي البحر والمحيط. طبعا هي فعلا الساند ستورم بلو اب فروم دراي اريا، العاصفة الرملية بتهب في مكان جاف، بس مكان جاف طبعا مش زي السي والاوشن. فالإجابة false، وهنشيل السي والأوشن ونحط مكانه الديزرت، الصحراء. نمبر 2: بوك ايكو سيستم هاز فيري هوت تمبريتشر، يعني المستنقع، النظام البيئي زي المستنقع، عنده درجة حرارة مرتفعة. طبعا الإجابة فولس، لأن البوك يبقى ويت لاند، أرض رطبة فيها مية كتير، وبالتالي التمبريتشر بيبقى كول، درجة حرارة معتدلة مائلة للبرودة. نمبر 3: there is no sphinx cat has long hair like Birmingham، يعني بيقول لك ما فيش سفينكس كات عنده شعر طويل زي البرمنجهام. طبعا الإجابة ترو، لأن السفينكس كات ما عندوش شعر طويل زي البرمنجهام. نمبر 4: changing the habitat can cause extinction of some living organisms، تغير المسكن أو الموطن ممكن يسبب انقراض لبعض الكائنات الحية. طبعا الإجابة ترو، changing habitat cause extinction، تغير الموطن بيسبب انقراض للكائنات الحية. What happens to
ما الذي سبق؟ In air temperature, if there is no wind on the earth. اللي يحصل في درجة حرارة الهواء لو ما فيش رياح. طبعا لو ما فيش ويند فبالتالي المكان الحار هيبقى حر جدا، والمكان البارد هيبقى بارد جدا. فمين المكان الحار ومين المكان البارد؟ فبنقول temperature at the equator يعني درجة الحرارة at the equator عند خط الاستواء become extremely hot. درجة الحرارة عند خط الاستواء هتبقى حارة جدا. And temperature at the two poles. درجة الحرارة عند two poles of the pin become very cold. يبقى الحر هيبقى حر جدا والبارد هيبقى بارد جدا. فالتمبريتشر at the equator become extremely hot والتمبريتشر at the two poles become very cold. Write scientific term. اكتب المصطلح العلمي. Process which broken down rocks in smaller particles. عملية تكسير الصخور لأجزاء صغيرة. طبعا أول ما نشوف breaking down rocks يبقى اسمها weathering، عملية التجميد. Number two, process which help in formation of clouds in the sky. عملية تكوين السحب في السماء. أول ما أشوف كلمة clouds أو فوج ضباب أو سحب يبقى أعرف إن هو due to condensation of water vapor، يعني بسبب عملية اسمها condensation، عملية التجسيد. يبقى condensation process. Number three, it's the change in the behavior or acts of living organisms to help it survive. تغير في سلوك أو أفعال الكائن عشان يعيش. أول ما أشوف change in behavior تغير في السلوك يبقى اسمه behavioral adaptation، تكيف سلوكي. Correct the underlying word. Due to A current، بسبب A current، warm water move above cold water. أول ما أشوف hot air و cold air وإن ال warm water move above cold water، الهواء السخن بيطلع فوق الهواء البارد، يبقى على طول due to convection current بسبب تيارات الحمل اسمها convection current. Number two, the least amount of rainfall. أقل كمية مطر في كل البيومز. أقل مطر طبعا موجود فين؟ في الديزرت بيوم. يبقى الديزرت بيوم. كده نكون خلصنا الامتحان التاني من امتحانات توجيه الدقهلية لـ Grade 6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.